إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقصتنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد آيات في سورة الإسراء أيام كدحترنا وعن سوق أن إله قوك سبحانه وتعالى أويري واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل وحا ترابا رب رب جيديو ارحمهما لبدا والد أن حريصو لبدا والد وإنك أدو عيدو رب رب جيديو ارحمهما لبدا والد أن حريصو كما ربياني كتربيتهما بربارين تي أيسو بربارين درتيب لي أنيقا وحويان كافتا وحا لغبين تعليل الكافة وحا لغبين تعليل ما أدونا هو المستري كما رب يعني كتربيتهما اللي بربارين تي أيسو بربارين درتيد ربي أبونا حريصو سقيرا حال أنا هامدك يخ مركا حقوق دا ولدك أي كليه الذي سوارد وحا كمدا إنو أدعيه استغفار إلهي ويديه إلهي مدى مداف ويديه وحوين أين والدك أطريدا دعاء ولدك وحوين أطريدا إمام أحمد مسند كي سوى كوري من حديث أبي هريرة رسول كينو يري صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح أطون صالح أها إلهي الدرجة دي أمتي وكسر مريا درجتي او اسو متي اعماشي او شقيستي او كنتي الهي وين كسر مريا ودرجه كسر الى الهي دجيه شنو بتهيد في الجنه فيقول يا ربي مركز وعد عطنكو ربي جيديو اما لي هذه درجه انا هلكي ايغا سنات ترجدان او ديرادكا هلكي ايغا سنناتي اما لهذه فيقول باستغفار ولدك كاس ربنا يهي عرور كاغا دمي داف او كوسو دمي داف بالباي اتوهش ترجدان ديرادكا دمي داف دلب عرور كاغا كوسو دمي داف بالباي اي ترجدان كوهش اي ربنا مركا واوح وين واناد مرر كستا حتن نورادين حدنتين وإن إلهي أبريدو أو آد إلهي جنة أويديدو أو عذاب كسينو كمدن قليا أويديدو أو دمداف إلهي أويديدو حافظ ما كثير سورة الطور أيو كسو ألورينا تفسير كا سنة كنا صحيح ولي حديث كاس مركة حقوق دا أو ولدك أي والدك كليهن وكمد يهد عذاب أحاديث يسوء الأولياء شرحة حديث صحيحة يكو حسن انتظر وحاكم إذا حديث كأنس يقير كيسبا يوريين رسولك صلى الله عليه وسلم منبر كمركو كوري لما سعيد المنبر قال آمين 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 نبقى صلى الله عليه وسلم سوى منبر كوري وصدح قوري آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أننت مركز يقول على رسولك الله ومحاك أنني سنيد فقال أطاني جبريل فقال يا محمد رقيم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين نبغوه صلى الله عليه وسلم وحائيه ملك جبريل وحير محمد سنكي سهد دوروغو أهد اللوغو قف أكتابا لغو قف أكتيسا لغو الشاقي وأنكو صلين مركاس يريد ده أمين مركاس يريد أمين
ثم قال رقيم عن فمر إن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين مركزه يريد يريد سنكي سهد روبو معناه هد دلوبة قف سنك عرض الله لك الدلو ما بمنا سنكي سهد روبو هد روبو قف رمضان الصور قلعي كدبنا رمضان كي بحي أسوى اللوت دم بطافين حيلا السبب لو قد دم بطافة واهي لأسقى الضيحي مركز يريد ده آمين مكاسان يريد آمين مركز يريد راقيم أنف مرئ أترك أبويه أو أحد وما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين وغير ملك الجبريل سنكي سهاء الرغب ودل الله كرده قفل بدي سي والد سوك داري أنا ميت كميدة سوك داري أو أجنة أي سندري قفل بدي سي والد سوك داري أنا ميت كميدة لماذا سوالد أن أجنة كدرين دل الله كرده فعلى السبب وشنكو قلوارك يا ساقا ضيعي دل الله كرده به آمين إيري مكاسان آمين إيري حديث كان وحديث ثابت وشواهد ديس قصو قنانية صدوك الإمام أحمد وحوري من حديث أبو هريرة نقول إيري صلى الله عليه وسلم رقم أنف رقم أنف رقم أنف رجل أترك والديه أحدهما أو كلاهما لن يدخل الجنة سنكي سوها عروب سنكي سوها عروب سنكي سوها عروب دلها كبه طفل بدي سي والد سوى قارة اللباطي وعما متكم دا وعرن كاسو سنشنة الدلين حافظ من كثير سؤال الحديث تا وغير حديث كوا صحيح وجكاس وجكاس إلا مسلم عما صحيح سكوريه تفسير كوريه أعتمد حديث توسير الحديث كأبي بكر وبخاري مسلم أيوريين رسولك صلى الله عليه وسلم عاسي والدين لماذا كذائر تكوى أقوى وين إني كميتها يوشيك والنبي يقول قل أراء ربيكم بأكبر الكبائر موانا إني شيئا إن كذائر يدنوب تواوين كوى أقوى وين قلنا بلا يا رسول الله سولك الله من هذا الشيء يسكد يا ناشي قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين وحو ابو وين دروبته والهي او عيد كلا لا وداجيو اي والدك لبدي والده لو عاسي غرو فيريا مركا لغا هادلا حقوق دا حق الهي مركا شيغا والدك لو خيجي وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا مركا لغا ديغايو اسيان كانا ربي إلا شريك إلي مركا لقد دقاء والدك أنا بكوحج والدك بكوحج والدك بكوحج مركا سوق وكسي داراي مركا تبيناتك أساقنا مركا تبيناتك وقات ونبي قول الشيء ألا وقول الزور ألا وشادة الزور يا مركا تبيناتك نبي وكوحل علي إلا أن يريد ليت وسكت الله دعا مصلها أكمل حديث سورة الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو رسولك صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالدين الله رأله شديس وحو كتشرة لماذا والد رأله شديس لماذا والد رأله هذا ربي رأله هنا سيدي دواء وحا أي كل رأله هنا يعني هديه لما شرط وحلقه هلي وإن أذكر رأله قريده كو وحده هي اغل يهي وينه شي حارانه هدي ربان كاسن رال كو اهانينا ارى الله كو دعي ده دك يير ارى الله كو دعي ايغنا دنديو كورغد و خما تري اي وحلا لبا شيغي كو رال لهانيان و الهي لو عاصنا انو سنهي والنبي غير انما الطاعه في المعروف وروحه و لو ابيعه والد يا خير كسي امير يا مدح يا عيد كسو لو ابيعه وا شي وناغ اون حمان اهين احمد ابن لو ما اضيع شرطك لبعضنا ويرد اوجو اي واحد اوودين الهي كما صار لبعض شرطي وله واحد كون رالي غرينا وا واحد اوودو الهي لا اوغري مرض هدي لبعض شرطي لغا هلا وين كون رالي غريدا رالي اهان شدودا اي واحد كجرا ربي رالي اهان شديس نبي قال يدي صلى الله عليه وسلم
رضا ربي ربي قال هنشدي في رضا الوالدين لمن الوالد قال هنشدي كسونا ضي وسخطه في سخط الوالدين عرضه ربي عرضه سنة لمن الوالد عرضه دي كجرته حتى لمن الوالد كل عرضان عرى الله واكبر بعض عرى الله واكبر بعض تلمذي وريي ابن حبان يحاكم أيها صحيح يا لين حديثك العلم قبلنا حسن كذا كان سيدا الشيخ ناصر وكلا توصل سيرة حديث صحيح كدنا حديث كان يسيرة سعيد يقدر أي أو ضعيف كها كسر وقوله يا إلهي قولك سيرة أولي واعبد الله الله عبده ولا تشركوا به شيئا إلهي شيئا هل لو ذاكنين واعبد الله الله عبده ولا تشركوا به شيئا شيئا هل لو ذاكنين والنفي هي إثبات حنا هنهي وحن للديد إياه إلهي إن عدك لإباده والله قطره أيها للديد اعبد الله أنا وأمر عباده الله للصبي وصغيت لصغي عبادتي الله يديدي لديد يتكر إلا لو ذاتيو يتكر إلا لو ذاتيو ولما إت لمكر فيه شيئا ونكرا في سياق النهي طعم مرق نبي ولي جيب وحل لو ذاتيك على المعركة وين شيء لو ذاتيك على المعركة شيء مخلوقي سكمل عبادة إلهي أبو الضري وذاكين ترى النوع العقوية الماله الله تشرك فعل كمرك النهي يقول مستر كيسوك دعية أو إشراك مرك الضمان أي إشراك اللي ديده هبان أي إشراك نوع كستوء اللي وذاكين هو اللي ديده إذ كستوء إلهي وحلا وذاكين هو اللي ديده لبدا هو اللي ديده آية الله على آية الحقوق العشرة آية دي كان ليدي طران كحق طران حق إلهي كشيء آيات داف طران حق وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وحلو حيكيي وبالوالدين إحسانا لذا الوالد أيقنا أصنا فلا ساسا اللو حيكي ما كي حق إلهي إلا الشيء وحق اللبات لكدده حق اللبات إلهي كدده سيدا آيات كورن صوم محنيب وبذي القرباء واليطامى والمساكين صد حق إلهي تمدق يو قرابة حق إيقان إحسان السمعي أقومت إحسان السمعي مسافرك إحسان السمعي والجاري ذي القرباء والجاري الجنوبي وحالة تمدق إلا حق وكراءة درسك قرابة قراءة إحسان السمعي درسك قرابة قراءة إن إحسان السمعي درسك قرد سكوبة ويها إحسان السمعي درس كغوري دي سكافم يا حسن الصمي والصاحب بالجنب وحاسيدت لوغا دغاي قف كدين اكوغلا صاحب كا حسن الصمي او اهويري د خاص كاغا هيد لان نوشاي احسان يا ونا كلان نولو ونا كلان نولو قف كا اطلا سفرتو او دين او صاحب كا ونا كلان نولو ميد كا غنعسغا يا معاملاتو ان كدخايدو ee garabka isku haydaan wana kula nooro waxa sagaal looga dhigay wabni sabiil musaafir kana ihsaan u samee taban waxa looga dhigay wama malakat aymaanku waxa gacantii milkiday xoolaha aad leedeen geela ariga looda dameeraha wana kula dhaqan wana kula dhaqan wa inaadan wax weeyaan tayin wa inaad qudido wa inaad markaa farayda saarin wuxuu san qaadin وناكل أطلق إحسان الصمي إحسان الصمي آية الحقوق العشرة للآية طران حق إلهي سكوت ببنك العين قبل على كلجيت كتاب كألفين كلجيت وآت آية أولين بضان طران كحق مركا محله هرمريين حق إلهي حق إلهي إلهي كلجيس عابدة هاو شريك يريننا إيا وقوله إلهي قوم كيسة إلهو يقول لنبيك سبحانه تعالوا كالي أطلوا عن أخيه ما الذي حرم أو حرم تنميه ربكم ربكين عليكم كركين أو كحرم تنميه
وحا الله إن كحرام تنميهي آن إن كدو أقية كالي سي آتنان أقول لإن وحا الله حرمي وآتو قرطان وحا الله حرمي كالي على إن كدو أقية ساس إلهي ليه ساس إيه إلا قفك دو صنب إيمان ليش الدين كالي اللغو أقنا وحا الله كحرمي إيه وحا الله أمره مقرمي وإن يمادو قفك ميش الدين تلغو أقنا سي أقرطو محا إلهي كحرمي محا إلهي وينا كواتبي محا إلهي وينا وشعر يهي محا إلهي النحبي كالي وهي الله حرمي أن نكدو أخي وإن كحرمي الله تشرك لألا تشرك به شيئا سي أدنان إلهي إدك الأولو ذاتي حتى أدنان إمان ميش الدين كاللغو أخينا وهي الله حرمي كرم ميلا تاسم وحا كترم يصا إنه إلهي وشريك يشان مرك الله تشركو أنت وحن كأنك من مستري أنت مستري دعنا ماليه قياس كالوحد في شريك كما تحرف في شريك لا ما لسوق الدرد معنى واضح اسكن القرآن واضح اسكن القرآن الله تشركو اللي الله تشركو إن اثنين شريك يرين درتيد أن إن كنت دو أخينا آيات وفضلات دريق وآيات دل مرسيو آيات حوالا إشكال نوعها كب مغضى إشكال كاسو ضرب دريق اللغات هو مدك أو عدان تبضا كاكرنا هو مدك حافظ من كثير أو مراي شرحنا وينين لغيو أو أه إلا سوء قدر المحذوف سياق تسيو أولا يرادو تعالو كالايا أطلو عن أخرية ماكي حرام أو حرام تنميهي ربكم ربكين عليكم كوركي نكا حرام تنميهي وصاكم ربي وحويني تردار مي الله تشركوا به شيئا إن أتنا شيئا إله إلا وذاك وصاكم مدام آية آخر كي كجرتو هل كان سداسا لسو قدري لا راس طريقة وفيا هذه مركة أنت لغت لغو مستريو لا راس طريقة مري هذه أنت لغت لغو تفسيرينا إشكال ماذا إمانا ماذا إمانا إشكال أنت هذه تفسيريا لغت لغو أو أن لغت لغين مستريو ومعنوه كنكم تعالوا كالي أطلع نقية ما كي حرم ربكم ربين وحرمتني عليكم كركي نكا حرمتني الله تشركوا به شيئا هل لو ذا كنين إلهي شيئا لا دان النهي على قد المركز إلهي إدنا هل لو ذا كنين إلهي إدنا هل لو ذا كنين إشكالك لغا حرارا وغيهي هذا تراويحي الله حرمتني ميان إنو كدو لخنا وآتر هذا مركز الله تشرك به شيئا وهي وحي الله حرام تنميهي الله تشرك به شيئا وإن أدنى إله شريك يلين إلهي إن أدنى شريك يلين ميا الله نجا حرام تنميهي ما نجا ما حرام تنميهي إيه وحو نجا حرام تنميهي إن أدنى شريك يلين شكالك لك على رواكا إلهي نجا ما حرام تنميهي إن أدنى شريك يلين إيه وحو نجا حرام تنميهي وحو يهي إن أدنى شريك يلين كاسو وحا حرامتا كاسو حرامتا مركا أنت هتاك وكادك تفسيري سيدة محمد بن صالح العثيمين ودورتقو المفيدك هده إشكال كاسو يبسوليب هده اللواتي كلاعات مرتان إشكال هو يسول دروق كلاعنا هو يتيران مركا بشيغة ووهر رأي او إلهي حرامتني ميي او نبي قال يردك انت او يرتك الدول أقري وإن إلهي إدك للا قرب لكم شيئا وهو الرأي وامدكاس سيسترتي ده مركا لويديو قريش حتى قوض عن سوء إسلام مركا لويديو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نحوين كبو يريا نحوين ليا وحيدين جنوخنا ليا اعبد الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم فيري أبو سفيان انتو سال اسلامي كده هو اسلامي سعادي ونقض بقر كي هراق لمركو ويدي او يري محوئن الليه ننك ننك بحدي نكاسو بحي او نبي نمارا الشيكتي محوئن الليه وحروح مليه اعبد الله الله كريم يسعبه ولا تشركوا به شيئا احد نهلو ذا جنين الهي واتركوا ما يقول آباؤكم كتغا وحي ابيالكين به جنين كتغا أبي أولا لغا سوغاري كتغ لكن وان قوما مركا لغا تغا وشي حرامه دوية
هذه أباها أدونا كسو قلت والقودة قال لغم رتب لكن وحي إلى هديدي وشرقك قلافصا وآبيالك إيا أوليالك كس عجرين كتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحل رباد دينك إنو عدية فيره نبي محمد صلى الله عليه وسلم إدي أقبل لها أقبشو إدي ديدي هديدو لكن وحي لها صدر حتى كوان همين واقرتين دينك نصى صلى الله عليه وسلم حتى كوان همين أقرتين هدي واحد وين للضبارة لمن فهمي لمن فهمي مركا حق واحد أقوه حرية أو إلهي حرمي أو أقوين حين مقدين إن إلهي له شريكي كاسي مقدين أقوين أو أقوه حرية أو إلهي حرمي وبالوالدين إحسانا وأحسنوا الصنفل بالوالدين لماذا والد إحسانا صنفل لماذا والد الصنفل قال القرطبي رحمه الله إمام القرطبي وقيل الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك سلطة عليهما لماذا الوالد الله سما فلو معناه وقيل برهما وناد جاء وناد جاسيدو حوق جاء حارها أيده كدف أيده هالسجان أبوه حوجاجا يا حارهاجا يا علمجاجا يا عقلجاجا أيها الكذب ووناجاجا سي وحفظهما وصيانتهما وردية أو إلالي أيها وردية كاي وردية لين الوالد أو إلالي لصع محاق رأسك سكري محيوب بهيه لصع وامتثال أمرهما وح الله وح يكون أمران قاضي الله عاصي هذا يسون كذبه الله عاصب حتى يسون كلهم أمر كود فيل أود وحي كام غيان وإزالة الرق عنهما أضمن إلى جسوري دل على هذا والد أضمن أتصور قرطه مركب إبسته هراي بك حروبي وترك سلطة عليهما وإن هذا السلطة كويرة ما بعك تأجي ما السلطة كويرة أضرب حكمته أيدي أروت عاصب جريودة قبل كميت والد كسر أضمنتي ولا هذا حسن أنا جمل أبي يراد وحس مي يلين إيه وحس وإن لا إيه لا هدا لي يلين ولا يسن وناك إمارين إيه سدى سيدك أضام الله هذا الله هذا الواردك أروت عايز الدرودي مركز سلطك مريد وإن هذا الواردك سلطك ويلا ما أمرك الوالد كذو أيقاك أمره أيقاك أمره مركز الوالدك أنا أصنفر ولا تقتلوا هذين من أولادكم عروتين من إملاق من أجل إملاق فقري درتي سودري منه فقري درتي سودري منه نحن أننا نرزقكم من إرزاقنا وإياهم أيجنا أننا إرزاقنا إلهي وإنا سبحانه وتعالى وهو كرو حرمي عفورت اللي دلو شيء قال رابا إلهي حرمي وهو النقضي ويالد كلمه عاسي قرو كاسو النقضي شيء قال رابا إلهي نقا حرمي شيء قال صدحات وإله نجا حرمي واحد نقاطي عرورتها تشين الدش عربت قارة دري كرين عرورتها بلين فقر أيق وكبقى يدريين قارنا جبها السجارة ودري كرين وحرام مك دم بإله اللي جاك جلا دروب تجوا وين كميت عرورتها دين الدش مو عرفت أدي مركا تشين دي أيق وعروش كتير سوري مو كستل ليه دلو ودم بإله اللي جاك جلا دروب تجوا وين قار كميت نبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين وشرح كسو أروري عبد الرحمن بن الحسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقل رسولك ودي وحن كويري أي ذنب أعظم ذنب كأقوي رسولك إلهي عند الله إلا أكتس يا أقوي أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فيري ذنب كوي المتر إنك الله مثل مدى أصم أيضا أصابوا أصابوا كو أمورتي دنبي الله قرأ كاسا أبوي دنبي الله قرأ كاسا أبوي قلت ثم أي يا كوحيغة دنبي كوحيغة كاسواك قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك إن أدي شعرور كاتشي أروك بقي إن وحكو لأنه ويسر عرورتك أبو بضان مكاسات فقيري دنبي كاسا أبوي انت كلاته قلت ثم أي يا كحك الدنوبة قال أن تزاني حليلة جارك
إنه تكزينا يستو داريس كاقة حاسكيسي نينكي داريس كاقلا حاسكيسي ومرنا وازينو مرنا وادنبي او داريس كي لقاق غلاي مركاسو نبقو آيات أخلي سبح لان دنبي قرآن إلهي اسكو حيشي سبح لان دنبي او شركي إيا دوبي إياه زيندي إذا الرحمن إلهي مركو تلماني سبح راس وكفو بادا ويري والذين لا يتعون مع الله إلهم آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فيه سيدا النبي اسكو حيشي رب العالمين أيضا اسكو حيشي فيه إذا الرحمن إلهي إد مقرب لغان وعيد لما بريان إذا الرحمن مد لان نف إلهي حرمي إذا الرحمن مسل استن سأسأل مركع عرورتي مهد لنين فقر درتي سعود لنين مركع وحالات دي وقت يسكرتي وحينا تايقا عددو هذي وصفه كسو أراره على الغالب سيدا غالب كا مفهوم المخالفة ملك مفهوم المخالفة لك قادم ما أولا نيما يا فقر درتي سيان لود دلنا الليل لكن سيكا لود دلنا كرا لنيما معناها فقر إن لود دلا وحالات دي مركع يسكرتي لكن سي اللي يدرى اي بنان تاي مالك ان علوش اللي قصة يريد حاران مالك يدشان اللي دلانه واح حاران لكن ايام دهر ادوهم واحا باب المسلمين ان يكون احفافو لكن كي عبور دليد ده اه او سيد بطبان او غفاف سيد او حتى او فافا يمس سوري كرت او مدى سومالي يقول احفافا لان كي كفافا لان كفال حدان كي هروقا وغو كفافا لان كمسافا هل كاسو كفافا عروت للايو marka horato waxa weey wiilkan shaa waahayda dan kale male guurna marro gabar waxa weeyanta maskaxda yamaanka ka xado u la goodeeyo markaas uu nin khaayno meel fadhiyo oo boqolkiisa kun ka raba uu geeynaya kasulay wasku kin miri hadaw arashu markay buuxsanto suuleeyay waxa weey qayba soo socda dhaqaalaha meel ku aruuriyay waalidka ana bari u tagaya farxad ay arintu ku dhamaayn mar alla markay arashu buuxsanto leeyay anuu tabar ma haye arintan aan soo tuurno ka soo xaq wayna soo xaqay ilmaha fiiri markii hore waxay ahayd xaraan inay ku shaawo guteen markii labaadna waa dhig muslim ha gaalima uu si wada shaydaanku ma daayo qofka ilaa uu naarta ku hubsado dambi markuu ku dhaco dambi kan u jiidi ma garad ha ku xiga hala soo xaqay ilmaha markaas waxa loo tagay kuwa dhaqaatiir sheeganayo khaaniin oo intaas ma ku shaqeystay khaaniin ma garad إن تاسون تحوغان في سجفك سيستكاسونا على صحة حيكو إيه قبط لنا إنه دمط مرد بمان يدعو كوا خائنين ونقاتير بأهين اللوبي وهذا هل كان كدع دي مقالي داني كدع سوما چيد مركز سيديك بحو دمط قبط لنا ودن دي سدحة سوما وأيدين اللي دلي سوما چيد مركز سو غارب وكوسي دا انتكد جيو عرب هدي آبه يهوي ملو دونا ميقاني يبقى بيدو واقبار إنا نهو قولي قطة جامعة أما اسكول سوف تجد مركز انت تصل مرسي ما قرات لمدن امر او فرين يا حوين اني دو مركز وحوين حرام تلو ويري اي ما كحاقا تتن اي ملك اي كو شقيست ان مثال مريا سبحان الله وروا عذر دلي مسافه وقع الشيطان معاصي معاصي وسديبس وان اله لو عبسوا وان عرورت لدين oo dambiga koobaad shaydaanku duu ku rido qofku waxa la rabaa inuu garto shaydaanku naar u waday uu ka joogo oo san dambi labaad ku rido oo ilmaan la soo xaqa uu san ka dhaadhin dambiga hore duu ku rido mar mid labaad uu ku rido ee toobadke subhanallah ila wuxuu subhana wala taqrabu fawahisha waxyaalaha fooshax uu u dhawaanina waa shaygii afraad oo ilaahay naga xaramtay fawahishta zinada liwaadka waxa weeyeen iyo dhamaan waxyaalaha faaxishada ah oo tan ribada wala taqrabu haw dhawaanina alfawaahisha dunub tafashaqan ma ka bedelo shay haw dhawaanina dhahara muuqday minha fawaahishta xaalu kamid yahay iyo wa ma fatana wixii qarsoonaaday dunubte mid tan muuqata iyo mid ta qarsoon dhamaan ka fogaada haw dhawaanina haw dhawaanina fiiriya ha samaynina lama dhihin haw dhawaanina hawda weena dilayri hatta asbaabti keenayde ka fogow zirada waxyaalii keenayo dhan saasa sharci ugu xaraamtinay ninkii gabadha jineedii ka ayuu fiiriyaa la xarin
gabadhii inay rag ajnabiga ka ay fiiridaan la xarimo waxa la xarimay labadoodu inay khaalis la noqdaan oo isla joogan meel qof kale uu soo jeedin khalwad ya la xarimo mahram la'aan tii la xarimay gabadhii Allaah iyo Rasuul rumaysan ma safarto iyadoo mahram la socon waa la xarimo waxa soo dhan muharramaatkii ay u yihiin wasiile gaarsiinaya iyo zirad markaas ilaahay xarimo ha u dhawaan markale marka wasaa'ish iyo dambe ka fogaaway wasaa'ish iyo dambe ka fogaa waa dunubti iyo dhan ibn atiya wuxuu rinahayun aamun an jamii'i anwa'il fawah ah neeygan aayadan waa neey aam ah dhammaan fawaahishta wehiya almaasi fawaahishtu waa maasida ah waa maasida shayga shanaad oo ilaahay xarimay walaa tabtiru hadilinina an nafsan naf التي نفت حرم الله إلى هاي حرام تنميه دل كيدة إلا بالحق حق حالتك دل إذان ماهاني ولا تقتلوها الدل منا النفس النف التي نفت حرم الله إلى هاي حرام تنميه قتلها دل كيدة إلا بالحق حق حالتك دل إذان ماهاني وشيك الشناب وإلى هاي حرام تنميه وإلى النبي محمد وطبك أويرة كدو أخ طبك انت أويرتو كدو أخ إن إلى هاي حرام تنميه si qofkii rabaana uga joogo naarta uga joogo ki rabaana isagoo og u naarta isku tuuro aa waman yaqtul mu'mina muta'anniden fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima qofka qof mu'mina dila kasna u dila jazihiisu waa jahannama wa ku waraya ara allah ku dhacday naclad baa ku dhacday adaab weyna ilaahay u diyaarsada nafta ilaahay xarimay إلا دلوه وأفر نفوت أفر نفوت وكتاب السنة عديين نفت وورد ونفت مؤمن الضعة نفت لبات وقال كأهدك قال من أهد وحال إلى هذا قال هل كيس دقره هبكي سي ودي سي حيستا والدولة المسلم كيهشيس لقشي والله من أهد إلى هذا كان صديحات ومستأمن قال كمستأمن كيه مستأمن وحال ليرا هذا قال أول حرب بيوها لكن شخص مسلم هنا بدل يسي شخص قاسم منه النغاكرة دمر نوع النغاكرة شخص ورمو النغاكرة قفا يريد أن كمسلم كإمام أنا كنا بدليني كاسم مستأمن ليرا هذا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وآياته قف كدلا جنادة عرفت هذا مهلا مسلمين طبن ويجب عطائنا إلى عليا هذه قبر أمويل أين بدل يسيا كان أفراد لوهو إياهي قال كا ذنبك ذنبك وحالي رضا قال كمسلمين تكوها وصنال قال كمسلمين تكوها وصنال ومسلمين تعنشور تكاقا عدان سند والب كاسا دلماها يبا هذا متشو حبت كاسو هذا مركا متشو لكن ما كيل أركو أو يمادو ساس وقوم كي أتاعي قوم كي ساس أتاعي مارك أفر تاس ونفط إلى هاي حرام تنمي إلا الدلو نفط مؤمن كا قال كم آهات كا قال كم مستأمن كا يا قال كذيم كا نبي محمد عليه الصلاة والله عليه السلام قف كا مآهات كا قال كم مآهات كا قف كدلا شن أنا عرفت هذا مهلا وما صار عرفته إيش كده ينو قاله هذا وقال كم مآهات كا إلا بالحق حق اللي قد له مهانه حق ما كاميرا صدق لما بقول شيء كاميرا حديث كصحيحين صحيحين كبخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا اله الا الله وعن رسول الله الا باحدى ثلاث قف مسلم شهادتين كقريا وقريا اللهم ان احد كر عباده قر ولا مجرو قرأ يا نبي محمد ورسولك إلهي بيديس حلال معهم إلا صدح الرموت متكو أي حلال كن غكرة أو حلال كن غكرة الثيب الزاني قف قور حلال الصوم مري ومركو قورك حلال الصوم مري كبق الموضي كدب زنيستي بيديس ألا حلالي وإن طرح نفط الله غكرة وأخبهم كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قاورهان وسداس نبي يقولي في إلهان وفريه ساس أفري ساس أفري وانت ويجي بعدين تنسى كل عاي والنبي في إلهان وفريه رايح نفط الله كشاف
قف كستو إله يا رسول رميسان إنو ساس رميه واجبه هو يهد الزانيق وقور حلال صوم مري وإن تقح نفط اللوغة شرع ساسا دينة الله إذا ما قال أبوك حتى قري وحد كفيته بحاكة شركو قري شكال إذا ما قال أه ونعس أه سوما تشديد وقارسيا سوه دي سو لما قاين كوي وقت قام هو هايستا صومالي دولا كل إنه قال لما كانت يأوتا نعس مركز سوى لما قاين وقت قيد تتكست أي دو حرام لهاي الدينك وقف الدين كورها بقابلها كي ربا يهود نمو كي ربا كرشتان نمو كي ربا بود نمو مركز كاسو وحوهيان أساقهم با إسدلليي وعيان دره وصويته دينك اللي وحبا كما قادك نبي محمد الشوغة صلى الله عليه وسلم أبي جري بقى حلو الدلو قف كزاني جمع صنكا نبي قانا بقى كود دلي صحابة بقى كود دلين إلى قيام صعنا ساسو صعنا الدين كاس النعس وحو ينفكر قال صاحا باري حكم بدلك مركا بيجي سقف كاس ألا حلالي إدى الدلي دانا إمامك مسلمين يعد أصاب أوكيش أعدره ويعد الدلي سا كالرات نبي قوله والنفس بالنفس والنفس نفس الشيء قف كهدي ومسلم يهي قف مسلم أنا أودله عند أودله عدوان أودله قف كودله يا كرقاد ماله من كهدو قف دوما يدله إيه هدي قف كدوما كهد أي مد شو اسمك واللود دليه إلى هذا حلال يسلا صنفي ودينك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صدحات والطارق لدينه المفارق للجماعة قف كدين تكت تجيفي قف كدين تكت تجي جماعة هذا مسلمين تانا فارقي أسماء إلا دل النبي محمد يروى حلال ديجس وحلال بخاري مسلم كويلا بخاري وحكرا كويلا النبي محمد يروى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه قف كدين كيس بدله وأصبح مكر مسلم أها كبح دينه النبي محمد يروى صلى الله عليه وسلم النبي محمد يروى صحابة ورساسة أفريه ساسة أفريه مركا إلهي باكو ما صنع عرورتا اسكول كوكوة لكتا يكوة تبسيط القرآن كتا آكورك كحيف السن حديث كان سوما لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بيحدى تلاح عبورها يريد حيف السن مركا نعس فما قال صوت براي بوما لأينا إذن يحكد الدلكر وامي وامي مركا إيجا وحا وبوحا لأينا كواسوي إلى وغير سبحانه ذلكم إذن كاس لينين سو شاقي أرماس لينين سو شاقي شن أرماض الله سو شاقي سوما وحرام أيو وصاكم به إله من تردارما وصيادة وحل إلى هذا الأمر المؤكد المقرر وأرم أمرك الأدكي الله سوغي الأمر المؤكد المقرر ذلك ما حلو إشارة محرمات كشنطة شنطة شيء أول حرام تنميه ووصاكم به وإنين تردار مع ربي ساسو إنين أمرا لعلكم تعقلون لكي تعقلوا إنات وحقرتان ووحى إلهي حرمي أتقرتان وأكفوا قاتان ساسو الله إنكم تردار مع قال إن عدية ذلك إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر سيد سليم بن عدي تفسير كيس أقولك عليه شارحة وفي تفسير الضباري الحنفي تفسيرك شيق الضباري قاله حنفي قاله والنسفي أبو البركات من تفسير النسفي أولك كوية الله المتشرين الضباري ماه المتشرين ماه الحنفي وهو ينشيق طبارق أو كوير إيه حنفقة والنصفي أبو البركات وي تفسير النسفي أول كسيدة الوية وغير مكي كولاد إلى وخشة تعقلون كدبنا تذكرون كدبنا تتقون لأنهم ضدكوا إلى عقلوا مكا قرطان وإن فهمان وحا الله حرمي تذكروا وانسميا فإذا تذكروا مكا وانسمان خافوا وتقوا المهالكة خافوا وبقيان عليك الله كبقيان وتقوا وحيسك إلى علينا المهالك هلاك يلق أيسك إلى علينا
نسخوين كان محقق أهين المهاركة وكما مقنط ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تقربوا هو دواننا مال اليتيم أغون تنال كيدا هو دواننا إلا بالتي طريقة ما هنه هي طريقة راس أحسن وناك بضان حتى يبلغ إله كدارة أشده أديكيس شيء اللحات وإلهي حرام تنبيه وحي طهي أكلوا أموال اليتامى أغون تنال كيدا إلا عنه إن الله ما مرسي عن شرعه أقولين إلهي بي حرام تنبيه أغون تمالك إن الله ما مرسي عن أغون كاستان تيساهين إلهي بي حرام تنبيه إلهي بي حرام تنبيه سي عن أغون كاستان تيساهين الله ما مره إن الله عنه إلا ديسده قف دين الله سيه أدو أديسته لغو تنايسته إلهي بي حرمي هو دوانين أغون تمالك إلا بلتي وطريقه هو دواني إلا بلتي طريقة ما هي أحسن وناك بضان طريقة أول وناك بضان اللي هو دواكرا إن تمامل أولا حاران ومالك أغان تلغو مامولا إلا طريقة وناك بضان كريه حلال طريقة سوامحة وطريقة دنتي سكو جرتو أولا شيء كو جرتو أغان كمالكي سإن لغو إلاليو أولغو حفديو أضيعنت إيا بابا لغو حفديو إيا إن لغو كرديو لغو فائدي سأستطيع المجاهد يقول بلتي أحسن وحلورت شيرا التجارة فيه وإن جنعس الله سمعيه طب تنالكو حرائد الشيء بماركو بيشو وحران حران أتكو بعض ياكو يري كابو بابينا كاغر ساسمي يشيد طب كاسنتكو حرطو ترانو مال أغامدو دوان ما كاسنت دانا نقول ردي شيء بماركو بيشو حران أتكو بعض ما هم طريقي ورانك بضمان حداد قليل بانجي خباعة oo xaraam ugu kubciido xaraamad ku dhacdo hadaad ma iska cunto tirada aad deyntay waa xaraam dad kuba tagtay deyn aan u bixin waa xaraam kulli duruqas waa xaraam dariiqa kaliya loo gol yahay waa dariiq maal kana lagu ilaalinayo lafihiisa faa'iidana lagu raadinayo di laba dariiq la hayo oo labadaba faa'iido laga helayo labadaba amaankoodu sugan yahay tan faa'iidada badan ma tan kale kuma dari kartid hadaa saas u kala taqaan waa haram hal di laba dariiq leeyo mid riba ku jirta faa'idadiisa midna riba kuma jirta xoolaha yara laga helaa kan xoolaha yara ugu dara waajib kan kalena waa haram hadii laba dariiq leeyo dariiqo faa'ido badan ku jirta qatarna waa kan muqata dariiqana amaankeedu waa sugan yahay faa'iduna waa yarta kan faa'idada yar ugu dara waajib ee amaanku sugan yahay waa waajib si kale ugu dhawaani حتى يبلغ إله جاره أشده أديجيس إله أبانك جاره أديجيس حال لكي ذا قال المالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ وحال لكي ذا أشده وإنه هرته روكيس جاره ومالك مع مركره وزوال السفه نبذرف نبذ وإنه كسوش أو سمالك إسكالي عياره مع البلوغ وإنه كان جاره لما الشيء مركا لهيره اللي بيبا كور لو بيبي كور كو وانو مالكا سي صحا اما مركر او اي كسوشو سفيه نمدا ايو مبادر نمدا ايو وين كسوشو او رشيد نقضو رشيد وحلنا مالكي سيسيرا صحا قفك اما مولانا وقف توسن وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اقولت امتحانا مركي قان جاران الهي hataad aragtaan inay toosan yihiin maalkooda ku filan yihiin u diida kalaba shardi marka la helaa loo diido arushde toosnaan ay maalka maamula karaan labo iyo qaangaar markuu caruurku intees gaaro oo labada shardi laga helo waa qaangaar ka hor ma banaan in loo diido asagu ago saqiir shardiga labaadna waa laga helay safi ma waa la imtixaan wax soo gadaa la yiri waxaan hay'a la yiri waa la arkay wax kasto loo diido si sax u maamula labada shardi hadii la helo ma banaana maalkiisa in la haysto illa asagoo raali ah maahan mar hadii labada shardi la helo in faraha laga saaro taa dad agoona maalku iska haya sadon sano waa xaraam inaad ka haysato mar hadii labada shardi laga helo hadaa labada shardi laga helin in loo diido xaraam walaa tu sufaha amwaalakum dadka maangaarta ee maalka dayacaya ha u dhignina maalkiina maalka la leeyahay ha u dhignina waa koodi ma loo diidi karo sodo sanada hajira duusa maalka maamule qoon oo rabay inuu ku qayliyo
وروحي ما ضال يسي وكو قيله وكلي ما بنا لو دي حرام وين لا قبيله ما كلا ولا شرط مره لا هلا لو ديبيه لا ولا شرط مره لا الى وقول سبحانه واوفوا اوفيا الكيل بيقا والميزان ميزانك بالقسط عدالة حال اتكو ديهنتيه بيقا ايه ميزانك اوفيا عدالتك اوفيا لما شيء على الرراء كو آلات ده وحلقو ميزانا وحلقو بيقا انا صحيح ده فوسطة وحلقو بيقا الا وحيالا قبل فوسطة لقو بيقا قبل تنقا لقو بيقا قبل كيش اللي يقان يالله اللي يقان يتوال اللي يقان لقو بيقا qaar galaas iyo koombal la yaqaan lagu beega qaar garam yar yar sida dawar oo kale aan lagu miisaana wax walba waxba lagu miisaana shaygan beeg iyo miisaanki loogu tala galay ilaaliyo waxa ka dhimin waxa ka dhimin waa inaad ku keenta ilaali tan tawr shiraha tartay dawar sameeyo aad tiradaa garamki miisaanki loogu tala galay intaas iga dhin qarashkana iga yareen khaana tay haram kuna إن الله إن تقف دوّر يسكو حنون سطة إيه إن تطمال لبقات اللبادة وحاران دوش هذا سارة أود محكمة دا إلهي اللي سو يستيق الدوم سو بيشيد إلالي إلالي هاد درح النيني هاد دوحة وعانيه درح كدرته وطرابة والليتر عانا أيضا النص ليتر بيه وكو بيحكيو والنص واحد قد إذا الليتر ويتكو شيء إلا إنت كلمة بيه سو بيشيد الخائنات واحد قرأ إذا رواه حاران dad ka dibaatada ku gaartana masuuliyadda abaali amaam Allah waxa qanaydana wax xaraam marka dhamaan waxa la beego iyo waxa la miisaamo ilaaliye waxa ku darinina beega iyo miisaanka ha qiyaaninina ee sida ay had ku keena ilaahu quri subhana la mukallifu nafsan illa wus'aha nafna ku kallifi mayno illa karankeeda iyo wadeeda maahan wax kale ku kallifi mayno macneeyo maxaa loo jeedaa qofku aaladdi wax ku beegay ama ku miisaamay haduu saxo asbaru ku dadaal beeka iyo miisaanka inuu dhamaystiro wax yar oo uusan dareemi karin inay ka dhimayeen alaab waxa dhici karta kiiladi waa la miisaan laakiin mir bariisa ama laba mira ka dhima miisaanku waxba iska bedelay ma moqto taas oo kale ilaahay ku ciqaabno ila lama ogaa kare lama ogaa kam laakiin inta awoodo la gara karo dhamaystir ilaahay weena marka wuxuu xaraam tinimeeyay beega in la nuqsaaniyo miisaanka in la nuqsaaniyo a ilaahay xaraam tinimeeyay ilaahu quri subhana wa idaa qultu marka aad hadlaydaan fa'dilu cadaalad samay marka aad hadlaydaan cadaalad samay qofka aad ka hadlayda ha fiirin qof aad jeceshahay iyo qof aad neceebtahay labadaba marka aad ka hadlaydo cadaalad ka sheeg beeha ka sheeg marqaati marka aad furaydo qofka marqaatigaaga wax ku helaya ha ahaado qaraabadaada ama cadowgaaga ha ahaado ha ka leexleexan runta duu raba cadowgaagu wax ku helo marqaatiga runta ha ka leexan wa idaa qultum markaad hadlaydaan fa'dilu cadaalad sameeya walow kaana ismki waa maxay walow kaana almaquulu lahu kan hadalka loo leeyahay awil maquulu calayhi kan hadalka lagu reeyo lagu maqaati furaa ذا قربا قرارا من صاحبها هاد هادو ربو قف كهذا الكاس آت كله بود كم رقات الفوري قرارا دادها هاد يهي قرارا نبا كوشيدين حقها كالليحن مرقاتيغا عدل يس عدل يا واجبة يا صدق لو مفير يا عدو يا صاحب ده إلهي رمي صمت مرها تاي مرقاتي جوكت تاي مرقاتي جوكت قف نحفير صم وعاد فير ده إلهي وينين هذول استاقي دون هذا وقاعد هدو وحكوا لي يهون تشين صاحب كان هدو وحكوا لي يهون تشين وحكى لأبوها فيري ساس على الربا ساس على الربا مركا وارين آيات مهم إن الإلهي وقب بغضه ما هو وحكى لأنه وقب بغضه إلهي وقب لكن وحكى لأبوها وقب بغضه أيام ضرها كل بعضه إذن مرقاتي فري مرقاتي بينات أنا كم مرقاتي وكو والله يا ويقو والله وكو بالله يا ويقو بالله ما كوكو تلاهي هاي ويو تلاهي كاسا لي ما كوكو قوضا اي حرابا اي ايلكا اي آخر كا كاسو يري قوض اي حرابا داي جوكتو منو هاي ترسان ما يأباك بحيانو كوه صدح لما قعو الهي ممارا او سنو غالح ليحان مركا يسوي بجارتي حوالها اي عرورتا وحاق او قبايا قوضا اي حرابا اللي هو حوالها اي عرورتا
إلهي إنه ملايا كاقلشو قال لا لا كيدا مصيبة إلهي من عرورة الحوالة كاقل ها زي سألوني جي وقال إحرابة وإنه ما يقول إحرابة شوكت ها خلاص وي لا إله إلا الله ما كفير إلهي هو إنه محاك روين هذه حريسي عرورتي إغروي وقصاري كاف مركا وين إلهي كبق قفك مركو كهدلي عدو جايجا مركات كهدلي دولي ومركا وقفرسا نفط إنه كعرسة طيرف تطبيعوت قنينتو لكن وين الإله وين إنه كورح حساب تم أتوح حساب تم أود أجاك أود أتس كجاء إلى على وقف كأجل جاك مرقة كارلي ولا كبين شيء وهرئات وقطرة إلا بفت قف كتعيش بدن كبين شيء مديد وهرئ قطرة إلى وقول سبحانه وأوفوا أوفية بعهد الله بلنك إلهي أوفية بلنك إلهي أوفية بلنك إلهي أوفية بلنك إلهي محل ورتشيدا بعدم بإيمان ليش الدين تلو أخنا هديلو ورا بلنك إلهي أوفي بلنك الله ما تغنيت ما تغنى وح الله كورا بلنك طب أنا ديله ويدله ورا بلنك الله شيء ما يكان بس في رساك دول تاعنتي قاربنا شرير ابن شرير الطبري وغيري وبوصية الله دردارن كالله أوفي تعالى الله وصرى الله توصاكم بها أو إن كورا دردار ماي فأوفوا أوفي وانقادوا لذلك هو جان سنة ما هي تحي إلا أوف بلنكاس بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه إن أتكو أبدي أدان وح الله وحوين الأمري أوت سميدان وح الله وحوين كرره إن أتكارتان أتكو أبدي أدان وتعملوا بكتابه بلنك إله وكاسا إن أتكو دغتان كتاب كيسا وسنة رسوله رسول كيسا سنة دي سنة أتكو دغتان صلى الله عليه وسلم وذلك إن أمرك على ينهي على وعده وكتابك يسمى الله بقمة هو الوفاء بعهد الله بل أنك ألا لأوفيه وكاس بل أنك ألا لأوفيه وإن وح الله وقوك أمري أدوه قانسته وح الله وقوك أمري أذكارته كتابك يسمى الله أدكو بقمة بعد أن برانك ما تقمي كرت وكذا قال غيره ابن جرير غير كيسنا سيداس أيوير ابن جرير غير كيسنا سيداس أيوير مالك يسول ذلكم كاس لينين سو شيغاي ووصاكم به الى حين تردارمي لعلكم تذكرون لكي تذكرون ان اد وان سنتان درت كاس لين تردار وحالينين تردارمي اورحبينين تردارمي كاس لا سو شيغاي اغون تمال كيدا هو دوانينا الى طريق ايغا ودان ما هاني بيد اوفيه ميزانك اوفيه مركات حط ليدان عدالات سمائية بلنك اللي أوفي كاس إلهي نين تردار وأن هذا كان كاس لصو شيغي وأن هذا كان سراطي واجد كيغي ويري نال محمد وحد ترابا وأن هذا كان سراطي واجد كيغي ساس كود أهلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان واجد كيغي مستقيما حابيه مثل التوصى آيات كان أحكام تلوه صور شيئي وطريق النبي محمد وإلهي أسو بيبي واجد كيبي واتوسي قلوه ماله قف كرراء كنبه قلوه لقلية سو سي صعودة كنبه دلق ليجد كيش ماليح ليحبه ومستقيم فاتبعوه راع كنبه من قينه ولا تتبعوها الراعنين السبولة لقلوق يضح الراعنين سبلك وودينك يريرع وطبع سوين مستقيم كاكل إحبا ولا تتبعوها الرائمين السبولة لقلق يضح الرائمين لقلق يضح كل إحبا وطبع وين مستقيم كالرائمين فتفرق فبصباب أن تفرق إلا إن لك لتقيا سيبت بكم إذنك عن سبيله إلا يجد كيسا إنك لك لتقيا حتى تكواس يريرع رائمان جدكي إلهي إن الأمري إنك لك لتغير جدكي إلهي إن الأمري أي إنك لك لتغير ذلكم كاس لين سوشيغي وآه طريق النبي إن أتراعبان ووصاكم به إلهي إن تردار وكاس وحا الله إن تردار راع النبي محمد لعلكم تتقون لكي تتقوا إن عذابك إلهي عربي سيسكع العالدان أنا إلهي إنكم تردار إلهي عذاب كيسي عربي سيناتسك إلى عالدان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
فحي كوري إمام أحمد نسائي دارني ابن أبي حاتم حاكم هنا صحيح يا حاكم محمد بن نصر المروسي في كتاب الاعتصام بسند صحيح شيخ سند صحيحة ويرى عبد الرحمن وحوين بن حسن عبد الله بن مسعود وحي ووري رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيدي ما بقد أنت صدوك ساس وجه حرقتين حرقتين ساس وجه ثم قال هذا سبيل الله المستقيم كان واجدك إلهي وانا توسين ثم خط خطوطا عن يمين ذلك عن يمين ذلك الخط وعن شماله كذب بده يمينه وضير يليق ونبقى وجه مركز يري وهذه السبل هو صنوى اللقلق يدي كل حني طريقة مستقيم كان مرغوه يري ليس من هذا السبيل إلا هو عليه الشيطان يدعو إليه انتاس كل حتى طريقة وين هل طريق مجره إلا الشيطان تيغانا ضدك او يريه ولا كاري وكان طريق هلوك انت اللق شيطان هو تيغان شيطان هو تيغان مركز آيات داخل يعد نبي وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله مجاهد يقول سبل وحلولك ذا الدراع ذا الشبهات فهذا سمعك المعنى وما حي حديث النبي محمد كوعة دينا صلى الله عليه وسلم ونبي محمد يري أمد بيدا وستفترق هذه الأمة أمد بيدا وكالتك الدونتا إلى 73 فرقة تطلعات يصدح فرقة أي أقايب صمي الدونتا كلها في النار إلا واحد تمام فرقة كستا نار مضمت وقال ما وهو نار مضمت إليه أما ها عذابه أما ها أثوي أصول لكن وأهل البدع باديودي أو نار مطيو إلا واحدة هل مدى هدد بادي ده فرقة ناتية هل مدى تاسويه طهي نبي قال شيخ صلى الله عليه وسلم هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأقرب كسقنات آخر زمانك أنيق أسحاب تريد الطريق أما أنت كسرنا وسبيل كي توصنا تضرات تريد الله كلام حقيقة لغلق يدي قارن لغلق يدي قارن الله سبحانه وتعالى على صلى الله على نبينا محمد سؤال جواب